السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة أخبار خفيفة. موعد الدراسة في رمضان، السعودية 2022، دوام المدارس في رمضان 1443 هجرية. إليكم التفاصيل. تتواصل أنباء تعليق الدراسة في رمضان بالسعودية، لكن وزارة التعليم لم تكشف عن تفاصيل ساعات العمل خلال شهر رمضان أو تعلن التعليق. وبحسب قرار صدر مؤخرا عن وزارة التعليم السعودية، ستستمر الدراسة في رمضان هذا. وقد أعلنت وزارة التعليم عن التقويم الدراسي خلال شهر رمضان 2022-1443 هجرية، شهر التعلم عن بعد في المملكة العربية السعودية هذا. وستساهم تطورات التكنولوجيا في الاتصالات وشبكات الكمبيوتر في ظهور التعلم عن بعد كوسيلة للتعليم الحديث، يمكن تدريبه من خلال تقنية نقل الصوت والفيديو عبر الإنترنت، حيث استخدمت المملكة العربية السعودية نظام التعليم عن بعد أثناء تفشي فيروس كورونا، ويعتمد على برنامج بحث شامل ومنهجي يضم أعضاء هيئة التدريس وأساتذة جامعيين مختارين في الداخل والخارج. توقيت الدراسة في شهر رمضان بالمملكة العربية السعودية، تريد وزارة التعليم بالسعودية إحالة أولياء الأمور الطلاب في مختلف مراحل التعليم لهذا العام، وتحديد أيام الدراسة في المملكة العربية السعودية، واستكمال ترتيب المواد الدراسية والإشراف عليها خلال شهر رمضان هذا. وقد صرحت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بأن الامتحان النهائي طبيعي، حيث أن هناك دراسة في رمضان وساعات الدراسة في رمضان عادية، وتم تزويد الطلاب بمراجعات وفصول إضافية قبل بدء الامتحان. بالنسبة لطلاب الصف الثالث إلى السادس، تنقسم الأيام الدراسية مبدئياً إلى قسمين: الجزء الأول من التعليمات المنتظمة، والجزء الثاني من الاختبار القائم على المادة الذي يختبره الطلاب اليوم من الساعة 3 مساء. إذا تم إجراء الامتحان أثناء الحصة سيكون حتى الساعة 5 مساء. وتستمر المدارس في المملكة العربية السعودية خلال شهر رمضان في الدراسة في المرحلة الثانوية حتى موعد الامتحان النهائي، ومع ذلك ستكمل المدرسة جميع الدورات الأكاديمية بحلول 26 شعبان، وستعقد الفصول في ذلك اليوم وتكون كالتالي: ساعات الدراسة من 10:30 إلى 12:30، يبدأ الاختبار النهائي من الساعة 11:30 إلى الساعة 4:30. توقيت الدراسة عن بعد في المملكة العربية السعودية. قواعد الدراسة في رمضان: بسبب رغبة الكثير في تعليم آلية تعليم في رمضان في مدارس المملكة العربية السعودية بالهجرة، أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية أن المشاركة في التعليم الرمضاني لهذا العام ستستغرق عدة أسابيع، هو اليوم 17 من شهر شعبان الموافق 20 مارس 2022، وينتهي في اليوم الأول من شهر ذي الحجة الموافق 30 يونيو 2022، حيث وضعت وزارة التعليم مما يسمح للآباء بالتصويت والبت في شهر رمضان وفقا لتاريخ الدراسة، ليكون التصويت في الاستفتاء على توقيت الدراسة في رمضان بالمملكة العربية السعودية. يقام سنترككم رابط التصويت في صندوق الوصف أسفل الفيديو في شهر رمضان عبر الرابط الرسمي نظام نور. متابعينا، أعجبكم الفيديو رجاء الاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.